الامور هشام بديك ريحته طيبه. الرجال مضبوط، الرجال مضبوط. الرجال يا ابو عاضم كفي من الهربين اللي يقول تدمن من اول مره. الرجال مضبوط والعلم سلامتك. لكن شيء 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 يا ابو عاض اللوحه الخفيه مختلفه على الاماميه. الرجال منصور منصور الرجال شكله منصور من حاجه ولد منصور منصور هي منصور بلا بيا نجيب منصور رجال مره طيبه الرجال ليش الرجال رجال رجال روح لا رجال اموره طيبه ايش عند الرجال رجال مو غريب مشيت الرجال ما هي غريبه جيده والله رجال مو غريب علي رجال ادخل عليهم اجلس كل ما هم شايفيني اجلس كان المرطيش كيف قال الذكاء ارحبوا الله اعلم من هو ذا ارحبوا سعد الكذب ما شاء الله من لا لا احمد سعود ما يتلثم دايم احمد سعود اي احمد سعود بس احمد سعود ما يسوي كذا اي خلي كذا بس خالد وليد الشمري وليد الشمري وليد الشمري صح شكله وليد الشمري وليد الشمري اسمع انا ما عرفته متى انا سوار رجيم علي الكلثمي جاء من برا سوار رجيم علي الكلثمي بس انا نحن اي اصدقاء الله الله وهذا كله سعد الكلثم صح؟ لا حبيب سعد الكلثم هذا علي الكلثم سوار رجيم عليك احسنت ارحب اليوم ذا ارحب كل شيء بيصير باقي يا ابن خمسة تعال قولوا ما عرفتك تعرف اللي تعرف اللي يسوي صدق غلط يسوي صدق ولا عزل قال عرفته يا مرحبا صح يا مرحبا والله يسلمكم والله انا متعشي انا جد على بالكم يا جد متعشي ابا الشباب هذوليك والله انا متعشي بالله بالله وين برطومي وين في ساعتني وين هنا وين ولا وين؟ هناك انا جالس هناك حضرت الكرسي اللي كنت عليه شو ذا؟ هنا فزعتك والله انها والله فزعت فزعه بس انت ما قدرتها فزعه بيض الله وجه من الله انا ايش اسوي عشان اقدرها؟ هي وش بيض الله وجهك وجعلها بدرجولش ما عاد وراها شيء مدينه برطوم الجواب صح؟ دولة برطوم يا مرحبا كيفك يا مال العافيه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن ابو فهم ان بغيت حلا ان بغيت انت ما تتوقع اذا انتهى البرنامج بتقول لا ما احنا طالعين برجه ندري طال عمرك انكم كنتم زود ندري طال عمرك انكم كنتم بالبرنامج انكم تعشون بفلوس احنا ذا الحين هو يجي مجانا وفتح الثلاجه وكل اللي تبغاه كل شيء بيتشرط اما انا بالنسبه لي لا والله انا اللهم لك الحمد كان عشاء التقوى شو؟ ايه كان التقوى بالعكس قتل لا يحب الزاد الا من التقوى دجاج ولا في تقوى لحم دجاج تقوى لحم تقوى دجاج صار هذه جلست اول اسبوع انا قلت لا يحب الزاد الا من التقوى يا ولد انت وراك ما تاكل ما تاكل معنا ما تتعشى ولا تاخذ شيء قلت انا ما اكل الا التقوى عقب اسبوع طحاوي لم زبن انت تونه في الدرج عندي ما شاء الله تقوى هذا التقوى تقوى اسمه اسم الشركه تقوى ما نزب انتم شيء ها؟ ما احتاج كل مدعاه احنا بس مزبين احنا جوالات واي فاي بس هذول الله الله هذا من العيار الثقيل ذا يمزح ذا لا بس حد يمزح دعاء يا اما العفو والله انت عش ذوق ذوق عشان تعش الحين ما تعشان عشان تعش تعش والله اني متعش تبي تطلع من الشباب خلاص ما هم بتعشى ما هم بتعشى بنضحك على شو بنضحك والله يا اما العافيه يا اخي المكان احس انه رسمي وش رسمي بنجلس على السمغ الحين ونريح لا لا مو احس انه طاوله وما ادري ايش الحركات ذي هنا قصدك؟ تكيت تكيت ما تكيت تبون البساطه الاحمدي في الارض؟ تبغى تطلع جلسه خارجيه في والله احليك والله اي والله اني اذكر جلسات محلي ذي اي والله تذكرت هذا حقت البخاري مطعم بخاري اللهم لا شماته اللهم لا شماته الحمد لله النعمه من قاعد الحياه نجم نجي نرد عشان كذا نخدمك وانت تستاهل الله لا وش دعوه عاد ما حطيت اللي عندك استرح 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 والله اني متعشر والله لقمك يا الله يسلمك تعرف بالعافيه ايوه والله تفهمك على طول ان اللي نقول بسم الله هذا عشاء تقوى عندنا يطلع عمر السلامه ويعذرنا على كل الكلام الله يبارك والله انت شبعان والله لازم في ذمتك اي والله الرجال من كرمهم ولا بس في العشاء اللي هي إيه العشاء على طول ما تطلع من مضبطينها مفطر طيب ودك تقول انت تعزمنا على عزمنا احنا ايوه تذكرت شكله والله والله تتزمون
والله انه فخم. واذا جاء خصم ما عاد شيء ذا الحين. اذا جاء خصم قد ادقل عليه سامي. وش على وش؟ وجهك طيب لكن ما عاد شيء. الخصم الحين 500 والله. والله شوف بيني وبينك بيني وبينك انت رجال الكفو. ما والله ما اجل بجيب الشك زايل لكن في ناس في ناس جو ناس جو قالوا الخصم في وجهي. نهاية أسبوع والله لا وجهي ولا وجهك ولا وجه الشباب كله والله ما سمعنا بعدين تجي عند بكاتهم وقال لي فلان وين فلان في وجهي خل وجهي عندهم ما يضحك الزول خل وجهي ينبع فارس بشيري يقول والله اني كل ما ادري لان اكثر من لقاء جاء ولا كنت راقد قاعد نومك ثقيل وتني قد طلبت الاداره والله اني قلت في وجهي بيض الله وجهك من اللي كل ابراهيم موجود فين وجه فارس فين الطلبات الموضوع لكن هو اكيد بس هنا ناس العين والسالفه على طير ابراهيم والسالفه الجوهره اللي هبلت الرجال وين هبلتن واحد منكم تو جاء وسحب المسيكين ده ودف بنص اللقاء قال جلسة ترقد لا ما جاء لا ما جاء